مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلق في هذه اللحظات شوطنا 21 من اشواطنا في هذه الفترة الصباحية متابعين معكم، واصفين لكم منافسات جميلة في سباقنا المحلي السابع على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. انطلق هذا الشوط حامل لنا جديد الإثارة والمنافسة والتحدي مع شعارات أبناء القبائل. نتمنى التوفيق لكل الأسماء الحاضرة والمشاركة في هذا الشوط. مدار الخمسة كيلومترات يحمل لنا الإثارة والمنافسة مع سن اللقاية. نبدأ مع المركز الأول ونتعرف على صاحبة أول ندى في مسار هذا الشوط. هذه الحذرة مشاهدين الأعزاء من تقدمت في هذه اللحظات بشعار سعيد بن مبارك بن حمد الجهوي للمري يقدم الحذرة على مقدمة الشوط، وفي المركز الأول أول الأسماء المتقدمة من خلال هذه الانطلاقة، بينما النقلة مع المركز الثاني لنتابع في هذه اللحظات تقدم من جواهر مع ثاني المراكز. علي بن سالم بن محمد البطين يتقدم هناك مع جواهر على المركز الثاني في هذه الاندفاع بشعاره الجميل والاندفاع المميز من جواهر على المركز الثاني. وفي ثالث المراكز وصلت عهود في هذه اللحظات، صالح بن علي البريص المري يقدم لنا شعاره مع هذه الانطلاقة، يقدم لنا عهود في مسار هذا الشوط. بينما في المركز الرابع وصلت معالي قادمة بشعار مبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري يتقدم في هذه الانطلاقة من خلال مشاركة معالي، ولكن شوف الوصول والتقدم في هذه اللحظات من فرض القادمة بشعار ناصر بن مسلم النابت المري يتقدم في هذه اللحظات من خلال تقدم فرض في هذا التحدي الجميل. هذه نتيجتنا أيها الإخوة الكرام للمراكز المتصدرة في هذا الشوط مع الفايف ستار، ولكن مجموعة كبيرة حاضرة مشاركة منطلقة هنا مع هذه الساحة الجميلة في منافسات هذا الصباح نشاهدها عبر قناة الريان الفضائية. يا سلام على هذا التحدي وعلى هذه المنافسة في صباح هذا اليوم مع سن اللقاية في سباقنا المحلي السابع. منافسات جميلة، تحديات رائعة على أرضية الميدان مع هذا الحضور الكبير والمشاركة الفعالة مع شعارات أبناء القبائل. يا سلام على منافسات هذا الصباح. وين البداية؟ المقدمة والصدر الحذرة لا زالت على مقدمة الشوط في هذا الأداء الجميل على المركز الأول وعليها الرقم واحد، وهي الرقم واحد حتى اللحظة سعيد بن مبارك الجهوي للمري يقدم الحذرة، يقدم الحذرة على المركز الأول، ينطلق مع البداية الأولى من خلال هذا الانطلاق الجميل. وفي المركز الثاني يا سلام يا عهود القادمة مع ثاني المراكز في هذه اللحظات. إذن عهود مشاهدين الكرام اللي بدأت تغير في هذه اللحظات إلى مقدمة الشوط، وانطلقت في هذه اللحظات مع المركز الأول بتقدمها الجميل وانطلاقتها الرائعة. صالح بن علي البريص المري يقدم لنا هذه الانطلاقة مع عهود اللي بدلت مع الصدارة، بينما في المركز الثاني يا سلام معالي 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 وصلت في هذه اللحظة، بدأت تتقدم في هذا المسار وفي هذا التحدي الممتاز. مبارك بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري يقدم معالي باحثة عن الموقع العالي في هذا المسار والتحدي الممتاز. وصلتنا الشحانية في هذه اللحظة، محمد بن جار الله بن ذروة المري قادم في هذه اللحظات مع الشحانية الواصلة بشعارها الجميل، منطلقة في المركز الثالث. وفي المركز الرابع تقدم ممتاز من خلال وصول فرض ناصر بن مسلم النابت المري والوصول الآخر. شوف التقدم والاندفاع الجميل أيضا اللي شاهده من خلال وصول جواهر، وصل البطين علي بن سالم بن محمد البطين يتقدم في هذه اللحظة من خلال وصول جواهر في هذا المسار المميز. يا سلام شوف هذه الزحمة في مسار الشوط والإثارة الحاضرة مع هذه الأسماء والنجوم والشعارات المنطلقة هنا في تحديات الناموس والانتصار. الله يا سلام 1500 متر عن خط النهاية ومعالي على مقدمة الشوط. مبارك براشد بن ثلاب من يقدم لنا تحديات البداية، بينما على المركز الثاني
شوف التحرك الممتاز اللي نشاهده من خلال ايضا تقدم واندفاع جميل من الشيحاني محمد بن جار الله بن ذروه يتقدم، ولكن وصلت فرض ناصر بن مسلم النابت المري والتقدم الجميل. يا سلام يا سلام على الوصول من جواهر علي بن سالم بن محمد البطين والوصول الاخر اللي نشاهده في هذه اللحظات. وصلت غبه محمد بن علي بن مثيب قادم في هذه اللحظات. يا سلام اختلط الحابل بالنابل، وصلت الاسماء، بدات السرعة. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر المثير يا مضمرين، يا هو مشهد جميل على أرضية الميدان. شوف هذه الانطلاقة، تابع هذه النجومية والأسماء الهاجمة، اختلط الحابل بالناب. هذا المعركة طاحنة، يوم يقول لك المعركة طاحنة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، المقدمة فرض 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 على مقدمة الشوط. ناصر بن مسلم والنابت المري يقدم البداية، الهجوم من غبة على المركز الثاني، لكن شوف البطل القادمة. يا سلام يا عجايب، سالم بن علي بسعيد البريس المري وصلت في هذه اللحظة، انطلقت مع هذا التحدي الكبير. وصل المبدع ولعت ما بين هذه الثنتين. يا سلام يا سلام، فرض 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 وعجايب، عجايب وفرض، ولكن الله يا سلام على هذا الانطلاق من فرض، فرض مع الصدارة مع البداية، وعجايب عجايب 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 في الأمتار النهائية والأمتار الذباحة، الأمتار الذهبية. الله 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 الله، سالم بن علي البريس المري روح روح بن حلفان، روح المبدع، انطلق مع النجومية الرائعة. سلام عجايب، سلام سلام يا بن حلفان على هذا الانطلاق الممتاز، مشكور يا المبدع بإبداعات هذا الشعار مع عجايب. تهانينا والناموس. المركز الثاني من وصلت مشاهدي الأعزاء فرض ناصر بن مسلم النابت المري، وثالث المراكز كان الوصول من غب محمد بن علي بن مثيب، والمركز الرابع رابع المراكز كان الوصول من ملتقى لحمد بن محمد الشراب، والمركز الخامس المركز الخامس معالي مبارك بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري. ياهو شوط، ياهي منافسة تابعناها في اللحظات الأخيرة، قتال شرس هنا مشاهدي الأعزاء شاهدناه مع هذه الشعارات المنطلقة في مسار هذا التحدي الجميل. ولكن المبدع مشكور يا بن حلفان راعي عجايب اللي خطف الأضواء في هذا الشوط. نأخذ التوقيت الزمني لحظة وصوله إلى خط النهاية، قاطع مسار الخمسة كيلومترات في 7 دقائق 37 ثانية، 30 جزءا من الثواني. تهانينا لسالم بن علي المري على فوز عجايب بالمركز الأول في تحديات هذا الشوط. سلام بن حلفان سلام، بينما المركز الثاني اللي قدمت ايضا عرض كبير ومثير فرض، وتوقيتها الزمني 7 دقائق 40 ثانية، 32 جزءا من الثواني. تهانينا لناصر بن مسلم النابت المري الذي قدم فرض مع المركز الثاني، وهي الاخرى قدمت عرض مميز وكبير، بينما ثالث المراكز كان الوصول من غبة وتوقيتها الزمني 7 دقائق 41 ثانية، 64 جزءا من الثواني. تهانينا لمحمد بن علي بن مثيب على فوز غبة بالمركز.